أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. وصل رئيسي الحكومة ومجلس النواب وعدد من الوزراء وأعضاء البرلمان والشورى إلى العاصمة المؤقتة عدن قادمين من الرياض. قالت مصادر محلية إن رئيس الحكومة معين عبد الملك وصل إلى مطار عدن الدولي بعد ساعات من وصول رئيس وأعضاء مجلس النواب وعدد من أعضاء الحكومة ومجلس الشورى. أشارت المصادر إلى أنه جرى نقل قيادات الدولة من العاصمة السعودية الرياض عبر عدد من الرحلات الجوية، بعضها على متن طائرات عسكرية تابعة للرياض. ولفتت إلى أن انتشارا أمنيا مكثفا تزامن مع وصول المسؤولين إلى عدن، فيما لم يحدد بعد موعد وصول رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي حتى اللحظة. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل العودة دائمة أم لأداء المجلس الرئاسي لليمين الدستورية؟ وما هي أبرز أولويات المجلس الرئاسي والحكومة خلال الفترة الحالية؟ نذهب لمتابعة التقرير ومن ثم نعود لاستقبال ضيوف هذه الحلقة. عودة جديدة لأعضاء في الحكومة ومجلسي النواب والشورى إلى العاصمة المؤقتة عدن، تهيئة لعودة المجلس الرئاسي لأداء اليمين الدستورية. المعلومات من الميدان تفيد بأن العاصمة المؤقتة عدن تشهد استنفاراً أمنياً غير مسبوق، حيث تم تشكيل لجنة أمنية رئاسية عليا تتكون من عيدروس الزبيدي وأبو زرع المحرمي وطارق صالح وعثمان مجلي، بالإضافة إلى وزير الداخلية إبراهيم حيدان. أوكل إليها ترتيب الأوضاع في عدن والإشراف على الجاهزية الأمنية فيها. تقول المصادر إن وصول أعضاء المجلس الرئاسي قد يتم في أي لحظة قادمين من العاصمة السعودية الرياض، ويأتي هذا التكتم على موعد وصول القيادة خشية من أي هجوم حوثي يستهدفها، كما جرى للحكومة في أواخر العام 2020 وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى. أثارت أخبار عودة بعض من أعضاء الحكومة والبرلمان إلى الداخل تساؤلات عن أهمية هذه العودة، كونها ليست المرة الأولى، إذ اعتادت على العودة المؤقتة ثم المغادرة إلى المنفى، بما فيها مجلس النواب الذي أعلن مؤخراً عن عقد جلساته في الداخل دون أن يحدث ذلك، وكلما حدث هو زيارة خاطفة لحضرموت. هذه المرة هل تختلف العودة لتكون دائمة، خاصة أن تشكيل لجنة أمنية رئاسية عليا مؤشر على أن مدينة عدن باتت آمنة وذابت فيها مشاريع التشطير التي كانت تتصدى لعودة الحكومة؟ لا تقف المخاوف عند الاضطرابات الداخلية للعاصمة المؤقتة، بل إن هذه العودة تبقى محفوفة بمخاطر هجمات الحوثيين في ظل غياب أنظمة الحماية باتريوت، وهو ما يجعل التحالف السعودي الإماراتي أمام مسؤولية توفير تلك الحماية. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد، وينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحذيفي، ومعنا أيضا الخبير العسكري الدكتور علي الذهب. مرحبا بكما ضيفي الكريمين، مساء الخير. وأبدأ معك دكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، إذا 7 سنوات ونحن الحكومة عادت إلى عدن، الحكومة غادرت من عدن، الحكومة عادت إلى عدن، ما الذي اختلف هذه المرة؟ هل هذه المرة ستكون عودة طويلة؟ شاء الله عساكم بالخير والسمو الكريم والرفق الكريم. يبدو أن الترتيب للعودة يعتبر ترتيبا جادا، خصوصا إذا نظرنا إلى توليفة المجلس القيادي. نجد أن الأطراف المعنية العودة منسجمة في ترتيب الأوضاع، خصوصا اللجنة الأمنية التي تم الركون إليها في ترتيب هذه. لو مرحبا. لو مرحبا. نعم أسمعك دكتور فيصل. مرحبا. نعم أسمعك جيدا، تفضل. يبدو أن هنالك إشكالية في الاتصال، إذا سنعاود الاتصال بالدكتور فيصل وأنتقل إلى ضيفي الدكتور علي الذهب.
مرحبا بك مرة أخرى دكتور علي. هنالك لجنة أمنية تم تشكيلها من عيدروس الزبيدي وأبو زرع المحرمي وطارق صالح وعثمان مجلي بالإضافة إلى وزير الداخلية إبراهيم حيدان، برأيك ما دلالات هذه التشكيلة؟ تحية لك وكل عام وأنتم بخير ولضيفك الكريم والمشاهدين جميعا. بطبيعة الحال التحول الذي حدث قبل نحو 10 أيام وأفضى إلى إدارة سياسية أو رئاسية جديدة فرض أيضا تحولا أمنيا مثل ما حدث في 2012، فلابد هناك من لجنة أمنية برئاسة رئيس المجلس الرئاسي أو مجلس القيادة الرئاسي وليس برئاسة عيدروس. نعم. وعضوية بقية الأعضاء في المجلس الرئاسي وخاصة أو على وجه التسمية المحددة عيدروس الزبيدي وأبو زرعة المحرمي وأيضا من أشرت إليهم سلفا عثمان مجلي ووزير الداخلية. هذه اللجنة ستقوم بتهيئة الأوضاع الأمنية في محافظة عدن، ولا أتصور أنها في محافظة أخرى لأن محافظة عدن هي الآن التي سيجري فيها الحراك السياسي لمؤسسات الدولة، السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذه الأجهزة أو الهيئات يجب أن تعمل في بيئة آمنة، ومن ثم فإن على الأجهزة الأمنية أن تكون على صلة بهؤلاء العناصر المؤثرين الذين لديهم قرار التأثير ويتحكمون في القوات الموجودة على الأرض، مثلا رئيس المجلس الانتقالي الذي أصبح عضوا في المجلس الرئاسي هو أيضا يسيطر على قوات أمنية منها الحزام الأمني يعني القوات الإسناد الدعم الإسناد. وأبو زرع المحرمي لديه قوات من أنظمة العملية في الساحل وفي المحافظات الأخرى وفي عدن أيضا، لابد ما يكون له نفوذ على هذه القوات. بالمثال فإن تكامل هؤلاء الأعضاء في مجلس الرئاسة وارتباطهم بالقواعد العسكرية قواعدهم العسكرية أو أدواتهم العسكرية على الأرض سيهيئ بيئة أمنية مناسبة، وأتصور أن الآن أن الكرة كما يقال في ملعبهم. ذهبت كل العوائق وذهبت كل التحديات وبقي هؤلاء أمام اختبار أمني يجب أن يثبتوا جدارتهم في تحقيقه خلال هذه المرحلة. نعم دكتور علي، بالنظر إلى هذه الأسماء يعني وهذه التشكيلة للمجلس أو اللجنة الأمنية، هل يوجد بين هذه الأسماء وبين هؤلاء القادة انسجام وتوافق سينعكس على قواعدهم العسكرية على الأرض كما وصفت؟ هناك تباين طفيف أو هناك تباين واضح، خاصة أن القوات طارق صالح وهو عضو في المجلس لا زالت تواجه بالرفض من وجودها مثلا في محافظة عدن، لكن من يضمن للرجل أن يكون أحد الذين يمارسون أنشطتهم أو وظائفهم المفصولة لهم وفق الاتفاق أو وفق التحول داخل مدينة عدن دون غطاء يحميه؟ فالآخرين أو قرنائه في المجلس لديهم قوات ويستندون عليها وهي موجودة في الأرض ومن حولهم. فالرجل في نازل، إما أن يكون حاضرا في عدن ولديه قوات تحميه كنوع من التوازن الأمني والعسكري، أو أنه عليه أن يمارس مهامه من منطقة أخرى في البخاء كما يمارسها عضو المجلس الرئاسي في محافظة حضرموت البحسني. نعم. أتصور أن هذا هو أحد العوائق، لكن هناك تجانس فعلا فيما بين بعض الأعضاء كعيدروس الزبيدي وأبو زرعاء المحرمي، ويظل هناك عائق أمام وزير الداخلية بوصفه الآمر الشكلي لمعظم القوات الأمنية، وهذا خلل واضح قررته مخرجات مؤتمر الرياض وحددت بعض التحديات بالاسم. نعم، إذا يعود معنا الدكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، كنت تتحدث عن قراءتك لهذه العودة، أكمل. نعم، قلنا بأنه هناك اختبار أمام المجلس الانتقالي الذي
يمسك بقبضته على العاصمة المؤقتة عدن، وهو أمام اختبار صعب، إما أن يكون صادقا باعتبار أن رئيسه عضوا في المجلس القيادي، وعليه أن يستجيب لهذه الخطة الأمنية التي تشكلت من أكثر من عضو قيادي. وكذلك أيضا السعودية والإمارات التي رأت انتقال أو إعادة هيكلة الشرعية على هذا النحو هي وراء إلزام هذه الأطراف بتنفيذ خطوات أو الترتيب لعودة المجلس القيادي إلى عدن لاستكمال الخطوات الشرعية أو لخطوات عودة هذا المجلس القيادي لأداء اليمين الدستوري أمام مجلس النواب، ثم البدء ب الخطوات العملية في تنفيذ البرنامج السياسي المعلن سواء من المجلس القيادي نفسه أو من الدول التحالف التي رأت بأنها لم تعد قادرة على البقاء في المشهد الصراع في اليمن، وأرادت تسليم هذا الملف مباشرة إلى الطرف اليمني ثم تعود إلى الخلف لتبقى بعيدة عن هذا الصراع مباشرة حتى تضمن عدم وجود أي مقذوفات يصيب العمق السعودي الإماراتي، وتتحول الحرب إلى حرب يمنية خالصة. طبعا الأيام القادمة ستكون كفيلة بالكشف عن مدى مصداقية هذا المجلس القيادي ميديا ومصداقية دول التحالف التي رتبت في إعادة ترتيب الشرعية ميديا أخرى، والانتظارات الشعبية اليمنية انتظارات كبيرة جدا على هذا الانتقال. هناك أمل كبير، هناك يعني تحفز من الناس لتغيير المشهد سواء الجانب الأمني الاقتصادي العسكري السياسي، ولا نستطيع أيضا أن نغفل هذه الانتظارات الشعبية التي ستجعل المجلس القيادي أمام اختبار صعب. نعم. إما أن هذا المجلس يشتغل بما ينتظره اليمنيون أو أنه سيكون رهينة لهذه الدول الإقليمية التي صنعته لأغراض يخصها ولا يخص اليمنيين. نعم، بالنظر إلى المؤشرات ومن خلال متابعتك دكتور فيصل، هل ستكون هذه العودة دائمة وتنفيذ ما قلت عنه البرنامج السياسي المعلن لهذا المجلس، أم ستقتصر على تأدية اليمين ثم العودة إلى الرياض كما جرت العادة؟ هو رغبة السعودية والإمارات في الخروج من المشهد الصراع في اليمن يبدو أنها ستركب لعودة دائمة للمجلس القيادي حتى لا تكون في واجهة الصراع أو في واجهة المشهد السياسي، هذا من جهة. ومن جهة ثانية تريد أن تمنح اليمنيين بصيص أمل باعتبار أن الترتيب في إعادة هيكلة الشرعية هو عمل إيجابي وليس سيء كما يتوجس الجميع، لأنه كما تعلمين السلطة في اليمن منذ 1978 كانت ترتيبات وفق ترتيبات سعودية، يعني سواء على مستوى الداخل بشكل غير مباشر من خلال أنها تختار الشخصية التي تدعمها ليكون قريبا منها، أو كما هو حاصل بعد ثورة 2011 عندما تم الترتيب بشكل مباشر عبر المبادرة الخارجية، نقل السلطة إلى شخص هي ارتأت أنه الأحق بهذه السلطة هو عبد الرب المنصور هادي. واليوم المجلس القيادي هذا هو نفس جاء بنفس الترتيب. نعم، إذا سأعود إليك. وعليها وهي أيضا تحرف وهي تحرص على ان تثبت مصداقيه ان نقل الشرعيه لهذا المجلس سيكون له يعني مؤشرات ايجابيه حتى تعيد الثقه الشعبيه لدى تصرفاتها التي تخضع لكثير من التوبس والمخاوف والحذر. نعم، اذا
أرحب بضيفي الكاتب الصحفي صلاح السقلدي الذي ينضم إلينا من عدن. مرحبا بك سيد صلاح. سيد صلاح، بما أنك تحدثني من عدن، كيف رد فعل الشارع العدني وما هي آمال الشارع العدني بهذه العودة؟ في البداية طيب الله أوقاتكم وأوقات السادة المشاهدين جميعا. ألو؟ نعم أسمعك. نعم سيد صلاح، هل تسمعني؟ أنا أسمعك بشكل جيد أستاذ صلاح. يبدو أن هناك إشكالية، إذا أذهب إلى الدكتور علي الذهب. دكتور علي، أين يأتي دور التحالف في توفير الحماية للعاصمة المؤقتة عدن؟ هل بهذه القرارات الأخيرة وبتشكيل هذه اللجنة الأمنية، هل باتت عدن محمية من هجمات ميليشيا الحوثي؟ في الوقت الراهن أتصور أن هنالك فرص، هناك فرص لتمكين المجلس القيادة الرئاسي من تثبيت أقدامه على الأرض. الدعم الموجود من قبل المتبني التحول أو السعودية والإمارات التي تبنت التحول السياسي الحاصل، أتصور أن هنالك جهد سوف يبذل لتعزيز وجود سلطة المجلس. نعم دكتور علي، يبدو أننا فقدنا أيضا الدكتور علي. يبدو أن هنالك إشكالية في الاتصالات اليوم. أعود إليك دكتور فيصل، هل تشكيل المجلس الرئاسي يقضي على الخلافات بين الفقراء أو بين الفرقاء عفوا، ويؤسس لمرحلة جديدة فعليا كما يتم الترويج لذلك؟ لا والله ما نعرف، انا قطع فرقه ولا تكلمنا. دكتور فيصل هل تسمعني؟ إذن يبدو أن هناك إشكالية حقيقية في الاتصالات. سقط معي ثلاثة ضيوف في هذه الحلقة، الدكتور فيصل الحذيفي والذي يحدثني من تعز، ومن عدن الصحفي صلاح السقلدي. كما هو العادة هناك إشكالية في الاتصالات من اليمن. هل عاد أحدهم معي؟ إذا نكتفي بهذا القدر، ونشكر ضيوفنا ونشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.